بسبعة أيار كان في هنالك توصيف إنه فتنة سنية شيعية، حضرتك كنت جزء من هذا الكرنفال اللي صار اللي أدى إلى فعلاً وقوع الفتنة. هذا الموضوع ما تحملين أيوه، هلا ما بدي أفتحه أنا. من لحظة اغتيال رئيس رفيق الحريري مش كنا عم نشغل على فتنة سنية شيعية؟ كنا عم نشغل، إحنا وين كنت بهيدي؟ كنا عم نواجهها. أصلاً لو مشينا نحن بالفتنة السنية الشيعية كان هلا قدمنا الركب بلبنان. للركب، نحن كان عندنا مواقف صارخة ومواقف عالية، بس بعمرنا ما حملنا بندقية، بعملنا مقلب القاط بدنا نواجه حسب الله بالسلاح بالداخل، وإلى يومنا هذا أنا عم أدفع أثمان باهظة من أجل منع الفتنة السنية الشيعية. بالتحريض بسوريا، بالتحريض ما حرمنا، نحن كنا عم ناكل قتلة، نحن كنا عم نتدبح، بس ما كل الناس اللي ماتوا بسوريا تطرف إرهاب، في عائلات بأصلا مسحت من السجلات، في أطفال منهم موجودين الآن بسوريا، ولا في نساء ولا في عيال. دفعنا دم نحن، وبعد هيك هم بس منشان نحن الآن عم نواجه العدو الإسرائيلي. بس نحن عم نعض على الجرح، نحن مجروحين، دمنا عم ينزف، خلصنا بقى بس نحن.